صورة لو هو فسكت عادي جدا. احنا هنمسك الامبول كده وهندخل دي كده فيه ونقوم كسرينها. انا بس مش هكسرها دلوقتي يعني مش هستخدمها دلوقتي، بعد ما بنكسرها خلاص دي مش موجودة، بندخلها كده. طيب يلا طارت. بنشيل الطبق اللي هنا ونقوم مستخدمينها حمود، بنستخدمها على الشعر عادي جدا، وبتقومي قافلة الطبة تاني وتستخدميها عادي براحتك خالص في اي وقت تاني طالما انتي ما خلصتهاش كلها. تقدري تستخدميها على اكتر من مرة عادي براحتك، على حسب الشعر، على حسب انتي وزعتي في قد ايه اماكن في الفراغات عندك، ممكن تحطي في الفراغات، ممكن توزعي على كله. انا بالنسبة لي التوزيع الصح بوزع الخط ده، بوزع الخطين دول والخطين دول كده، 5 اماكن خلصت، موزعش تاني. لو عايزة اوزع خط زيادة باخد اللي ورا ده كده بس، فوانا بس